السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي. في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب في هذه النشرة الإنذارية فسوف نقدم لكم آخر تحديثات النماذج العالمية والمدن المعنية إن شاء الله، فلا تنسوا دعمنا بلايك وشكرا لكم. بالنسبة لليوم غد بإذن الله فيتوقع دخول أمطار الخير ابتداء الفترة الصباحية والمدن المعنية إن شاء الله في تطوان وطن جو العرائش بإذن الله لالا ميمونة ووزان استعلال تازي الرباط سيد سليمان الخميسات بن سليمان الروماني القارب برشيد دار بيضاء الجديدة أولاد فرش خريبكة واتزم وكذلك اليوسفية أسف بن قريس سيدي بوشمال البروج الوالدية الصويرة أمطار حاضرة على إيد داود بإذن الله وكذلك أكادير. مع تقدم أمطار عاصفة خلال الأيام القادمة بإذن الله ستدخل فيتوقع دخول أمطار جد مهمة إن شاء الله في الفترة الصباحية سرعان ما تمتد على عدة مناطق وعدة مدن من المملكة في الفترة المسائية، والمدن المعنية إن شاء الله فهي ببرد الحسيمة وفاس وكيكو وكذلك خنيفر وبني ملال وقلعة سراغنة سيدي بوعشيب أكادير بوعشيب ومراكش أوكيم دن أمزميز إمنجان وتأيد داود شيشة وأكادير وتليويل وتلودانش أيد باها وبولفاع وتيزنيت وسيدي إفني. ستستمر هذه التساقطات المطرية كذلك للفترة الصباحية من يوم الأربعاء على المناطق المعنية فهي تطوان وطنجة والعرائش والرباط وسيدي سليمان فاس تازة وأمطار حاضرة إن شاء الله كذلك على كيكو خنيفرة وسطات الجديد الدار بيضاء بني ملة الخريبكة بن قري قلعة ساغنة مراكش والشيشة والصويرة وتيزنيت بإذن الله مع تقدم كذلك أمطار عاصفية كذلك ابتداء كذلك من فترة مسائية فيتوقع استمرار هذه الأمطار على بني ملال وخنيفرة وكذلك سيدي سليمان وفاس والدار بيضاء الرباط كيكو وتازة والجهة الشرقية على وجدة وبركان وجرادة بإذن الله وكذلك العرائش باب برد بحول الله. سوف تستمر هذه التساقطات المطرية ابتداء كذلك من اليوم الخامس وسوف تستمر هذه التساقطات المطرية أقصى شمال المملكة مع تقدم منخفض جوي أطلسي إن شاء الله ابتداء كذلك من يوم الأحد فيتوقع بحول اقتراب هذا المنخفض تدريجيا من المملكة كما تشاهدون سيؤدي الأمطار عاصفية وجد قوية كما تلاحظون بإذن الله على هذه المناطق ابتداء من يوم الثلاثاء على تطوان وطنجة والعرائش الحسيمة والناظور والرباط سليمان والجديدة وسطات خريبكة بن ملال بن قرير مراكش والصويرة وعسافي وبن ملال وتبانت مع تساقطات تلجية كثيفة أمطار حاضرة على طنطان والطرفاية وقلميم وتيزنيت وأكادير وتيريوين وتيرودانت بإذن الله أمطار جد عاصفية وقوية فيتوقع استمرار هذه التساقطات المطرية الجد العاصفية كما تشاهدون إخواني الأعزاء والمدن المعنية فهي العرائش فاس والرباط دار بيضاء خريبكة الحسيمة الناظور أمطار جد عاصفية وكذلك الصويرة وأكادير وقلميم ومراكش وخريبكة والجديدة والرباط بإذن الله وكذلك أمطار جد معتبرة وعاصفية وجد قوية بحول الله فيتوقع استمرار هذه الأمطار إن شاء الله